نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستهله في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى قراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه. وقبل ذلك نقدم بالتحديث وإسناد الحديث المسلسل بالأولية، ثم نشرع في الكتاب. والحديث المسلسل هو الذي يعني يتسلسل فيه ويترتب فيه وصف قول أو وصف يقوله كل واحد أو يقع لكل واحد ممن سمع من فوقه. مسلسل قل ما على وصف أثاء مثله، كما والله أنباني الفتى أو كذلك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذه الأحاديث المسلسلة إما بالأقوال أو الأفعال أو غير ذلك. ومن الأحاديث المشهورة بالتسلسل أو المسلسل الحديث المسلسل بالأولية، أي أول حديث سمع من الشيخ. وما دام ما هذا المجلس مجلس تحديث أو قراءة كتاب وإسناده، ومن الناس من أول من في مجلس هذا هو أول ما يسمع منا، فنذكر هذا الحديث حتى يكون أول ما سمعه هو هذا الحديث المسلسل بالأولية، ويكون أول ما سمع منا هذا الحديث. والحديث سمعته عن بعد من شيخنا الفاضل أحمد بن عبد الرزاق بن محمد آل إبراهيم العنقري، وقد قال حدثني به جمع من مشايخ من المحدثين والمسلمين الكبار، وهم كثر، وسمى منهم الشيخ المعمر محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ، قال وهو أول حديث قرئ عليه، وهو الشيخ أحمد العنقري يسمع عن بعد. قال حدثني سعد بن عتيق وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثني به حسين بن محسن بن محسن الأنصاري ومحمد بن عبد العزيز الجعفري ونذير حسين الدهلوي، وهو أول حديث سمعه منهم. والجميع قال أو قال نذير حسين الدهلوي حدثني محمد بن إسحاق وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عمر العطار وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثني علي اليونائي المكي ومحمد الشنواني وهو أول حديث سمعه كل منهما منه، قال حدثنا به مرتضى الزبيدي وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثني عمر بن عقيل وهو أول حديث سمعه، قال حدثني عبد الله البصري وهو أول حديث سمعه، قال حدثنا أبو الحسن علي الطبري وهو أول حديث سمعه، قال حدثنا الخطيب عبد الواحد الحصار وهو أول حديث سمعه، قال أخبرنا علي محمد الغمري وهو أول حديث سمعه، قال حدثنا ابن حجر وهو أول حديث سمعه، قال حدثنا الحافظ العراقي وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا أبو الفتح محمد الميدومي وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا أبو الفرج عبد اللطيف الحراني وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا والدي
أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر، وهو أول حديث سمعه منه، قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعه منه. وإلى هنا ينتهي التسلسل بالأولية، يعني أول التسلسل بدأ من هنا، فابن عيينة أول من سمع منه هذا الحديث، أو عبد الرحمن بن بشر أول حديث سمعه من ابن عيينة هو هذا الحديث، ومن عبد الرحمن بن بشر تسلسل بالأولية. قال ابن عيينة أو عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا مثل الحديث، وقد رواه أحمد وأبو داود الترمذي وغيرهم دون تسلسل، وإنما التسلسل يبدأ من عبد الرحمن بن بشر، وهو أول حديث سمعه من ابن عيينة، وهذا الحديث قال الترمذي حديث حسن، وهو إسناده لا بأس به، وقالوا إسناده جيد من أجل ما قيل في أبي قابوس. فهذا أول حديث سمعناه من هذا الشيخ، وهو حديث مسلسل بالأولية. وكتاب الشمائل يعني أيضا يتصل السند به إجازة وسماعا من طرف غيره كما سيأتي ذكره، ونستهل إن شاء الله تعالى في قراءة هذا الكتاب بالسند المتصل مني إلى الإمام الترمذي، سمعته بقراءة شيخنا حامد البخاري حفظه الله ورعاه بسنده المتصل من غير شيخ إلى الإمام الترمذي، وأيضا بقراءتي على شيخنا المفضال صفوان داود حفظه الله تعالى، فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي نستهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. طيب الشمائل قبل ذلك، الشمائل كما في لسان العرب والشمال الخلق، والشمال الطبع، وخليقة الرجل. قال لبيد هم قوم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي وإنها لحسنة الشمائل. يقال رجل كريم الشمائل، أي في أخلاقه ومخالطته. ويقال فلان مشمول الخلائق، أي كريم الأخلاق. قيل أخذ من الماء الذي هبت به الشمال فبردته. ورجل مشمول، أي مرضي الأخلاق طيبها. وقال ابن سيدة أراه من الشمول، وهي ريح تهب من قبل الشام أو الشأم عن يسار القبلة. هذا أخذ أو أصل هذه الكلمة. نعم بسندكم المتصل من تيمية. قال الدرجوي بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. فبسند شيخنا المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحافظ أبو عيسى لا. باب ما جاء. قبلت الراب باب ما جاء. قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد يقال
ما وجه كون هذه الأحاديث مرفوعة؟ أن المرفوع ما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره. أقول هذا وجه الرفعي في كون الحديث عند أهل الحديث كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية ويزيد بعضهم أو سيرة أو سلوك أو هم. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض. ليس بالطويل البائن أي المفرط في الطول، ليس مفرطا في الطول ولا مقاصرة بين ذلك. نعم. ولا بالأبيض الأمهق ولا الأمهق شديد البياض. نعم. كل هذه الألفاظ فيها غرابة، سيأتي نقل الترمذي بسنده إلى الإمام الأصمعي وهو من أئمة اللغة ويبين معناه. نعم. قال: ولا بآدم ولا بآدم، يعني ليس بأسمر، آدم أسمر. نعم. ولا بالسمك بعثه الله تعالى على ليس ولا بالجعد القطط، ليس شديد الجعودة، ولا بالصبط مسترسل الشعر. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. 10 سنين ترك الكسر، الأصل بقي في مكة 13 سنة، فالثلاثة يعد كسرا، فلم يذكره أو لم يذكر مدة الدعوة سرا. وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في يعني سنة. على رأس 60 سنة بإهمال الكسر، وإلى المحفوظ أنه عاش كم؟ 63 سنة. ومن الموافقات أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة لما حجة الوداع، وكم ذبح منها؟ 63 بعموره صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في رأسه. هذه فائدة عرفتها قبل يومين أو ثلاث فقط. نعم. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني عرفتها وعمري فات 40، ومنكم من عرفها ولم يصل لشيء. ما شاء الله. نعم. أي. وليس في رأسه. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث البخاري مسلم، يعني كانت لحية شيبه قليل. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. هذا ربعة، إيش معنى ربعة؟ يعني متوسط. وفسر: ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم. حسن الجسم وكان شرحا حسن الجسم معتدل، معذرة يعني انقطعك، يعني معتدل خلقته صلى الله عليه وسلم، معتدلة في كل أعضائه، اختاره الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، متوسط، ليس شديد الجعودة يعني مدور ولا مسترسل بين ذلك. أسمر اللون إذا مشى يتكفى، الأسمر لا المقصود الأسمر السمرة المعروفة، وإنما بياض يعلوه ماذا؟ يعلوه حمرة. ولهذا بعض أهل العلم يعني تكلم في هذه اللفظة، وإنما وصفه عليه الصلاة والسلام بياض تعلوه حمرة. نعم. يتكفأ كأنما ينحط من علو. شفت لما تمشي في مكان منحدر حدورة، ها ماذا؟ أعلاك يمين، وتكون كأنك ماذا يعني تترافع الخطى، هكذا مشيته. فمن الناس من أصل خلقته مشيته هكذا، وهل لك أن تتقصد وتتكلف هذه المشياء؟ لا بأس بذلك. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب. طيب، في بعض النسخ فوارق لا نذكرها حتى نتم الكتاب. أول الحديث قال أخبرنا، وعنده هو حدثنا، وهنا عندنا حدثنا محمد بن بشار قال يعني العبدي وليس عنده، فهذه بعض الفوارق يعني تجاوزها لا إشكال. نعم. قال سمعت البراء. نعم. لا ما يحتاج، يعني هذا نمشي. الحديث الثاني رواه الترمذي وابو داود. نعم. قال سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا، مربوعا ربعة متوسط. نعم. وعندما بين المنكبين، مو بعيد ولا متضام، بعيدة، ها متوسط. نعم. عظيم الجمة إلى شحمة الأذنين، عظيم الجمة الشعر إلى شحمة الأذن، سيأتينا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمة واللمة والوفرة، فربما طال إلى كتفي وربما كان إلى شحمة
أذنيه وهو لما كان بين ذلك. هل في كل مرة هكذا يكون أو بحسب ربط شعره؟ إذا جمعه كله كان إلى شحمة الأذنين، وإذا تركه كله كان إلى الكتف، وإذا بين ذلك ربطه قليلا كان بينهما. سيأتي هذا إن شاء الله. نعم. عليه حلة الحمراء، يعني ما يلبسه حلة الحمراء. وجاء النهي عن لبس الأحمر الخالص، ولكن هذا قيل أنه كان قبل النهي، وقيل دليل على الجواز فيكره لبس الأحمر، وقيل كانت هذه الحمرة مخلوطة بغيرها. نعم. نعم. والحمراء هنا قيل على اللون القديم ليس على المعروف الآن، يعني اللون القديم اللي هو قريب من البني ليس الأحمر الموجود الآن، فهناك اختلاف في مصطلحات الألوان. فالمراد بالحمرة هنا ما يمل إلى البني أو العنابي، ليقال العنابي. نعم. عليه حلة الحمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة من ذي لمة في حلة الحمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان شعره ثلاث أحوال، اللمة تحت الأذن، والجمة أو الوفرة إلى الكتفين، والجمة يعني كما مر معنا الحديث، وبعض أهل العلم يختلفون في تفسير هذا اللفظ وسيأتي إن شاء الله. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من شعر له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. هذا البخاري ومسلم وقد سبق هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن هذه شمائل ينبغي المسلم أن يعرفها. ها فيكم من يطمع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ولا ما فيكم؟ مهتمون ولا غير مهتمين؟ اللي مهتم لابد أن يعرف الشمائل، ولا تروح تشوفه وتقول له تقول عنده لحية شيبة، ما عندوش شيبة، شيبه معدود 14 بين 14 20 شعرة فقط. وين؟ هنا في لحيته، ما هو شعره، شيء قليل في صدغه، وقيل شيء في عنفقته. واضح؟ ليس بأداج، ليس مضموم الحواجب، وإنما مبسوط. ها؟ وليس بالطويل ولا القصير، وهكذا ليس أسود ولا أسمر، إنما بياض تعلو حمرة إلى آخره. فهذه شمائل، وكما ذكرنا للنبي عليه الصلاة والسلام دلائل نبوة ومعجزات وشمائل وخصائص. من يحبه صلى الله عليه وسلم ويهتم بشأنه وسيرته ينبغي أن يعرف هذا، ومن همه بأن يراه في المنام وينعم بهذه الرؤية لا بد أن يعرف شمائلنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين. شثن الكفين ضخم، ضخم شديد، ليست مسترخية، وهذا مدح الرجال، شدة اليد مدح في الرجال، لأن هذا لا يعارض قول أنس صافحت نفسه ما رأيت من كف ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان شثن الكفين والقدمين ضخم، خاصة عند العمل. ها أنت إذا عملت يعني يغضب جلد اليد، ولكن في غير العمل يكون لين الكفين صلى الله عليه وسلم. وهذا الشثن يعني مدح في الرجال، ضخم الكراديس. نعم. ايش ضخم الراس؟ ها اي عظيمه، لكن عظم معتدل، ليس كبير الراس كبر على اكبر من جسمه، لا ولا صغير، وانما معتدل بحسب جسمه، وهذا احسن خلق. ضخم الكراديس، الكراديس اصول العظام في كل الجسم، عظامه ضخمه شديده قويه. طويل المشروبه المشربة شعر يضرب من الصدر إلى السرة، شعر خفيف يعني رقيق، يضرب من الصدر إلى إيش؟ إلى السرة، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبب، ينحط من صبب من علو من مكان عالي من منحدر. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوه. قال رواه الترمذي. نعم. نعم البخاري، أول موضع حدث فيه البخاري هنا.
في الكتاب. نعم. رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني ابي عن المسعودي بهذا الاسناد نحوه بمعناه. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عبد الضبي البصري وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن ابي حليمه والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني ابراهيم بن محمد بن ولدي علي بن ابي طالب قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد. الممغط المنمغط اصلها وادغمت. المنمغط اصلها وادغمت يعني الممتد في الطول. الممتد في الطول ليس كذلك وانما بين بالطويل نعم ولا بالقصير المتردد المتناهي في القصر. نعم. وكان ربعة من القوم معتدلا متوسط الخلقة صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يكن نعم. ولا بالجعد القطط ولا بالصبغ. لم يكن بالجعد يعني ليس خشن الشعر وملتوي ولا مسترسل بين ذلك. نعم. كان جعدا رجلا. نعم. جعدا رجلا أي بينهما رجل الشعر يعني سريع سهل تسريحه. قال ترى رجل الشعر إذا سرحه. نعم. ولم يكن بالمطهم ولا المكثف. مطهم أي البدن متفاحش السمن. ليس المطهم متفاحش السمن. البدن المطهم أي شديد السمنة وإلا لم يكن كذلك بل كان معتدلا. أيوة. ولا بالمكلفة يعني لم يكن مدور الوجه دائرة كاملة ولكن بين ذلك دوران الوجه معتدل ما هو مستدير ولا هو في الطول بين ذلك لم يكن بالمكلثم. نعم. وكان في وجهه تدبير قليل تدبير قليل ليس دائريا ولا بالطول لكن هو طول فيه شيء من التدبير معتدل متوسط في ذلك. نعم. أبيض مشرب مشرب يعني مشرب بحمرة تعلو حمرة. أي نعم. أيوة. أدعج العينين شديد السواد أدعج شديد السواد أهدب الأشفار الأشفار طويلها طويلها جليل المشاش والكتد جليل المشاش رؤوس العظام عليه الصلاة والسلام. نعم. أجرد ذو مصروبة والكتد الكتد مجتمع الكتفين الكتفين مجتمع الكتفين شديدها جليل. نعم. أجرد يعني ما في كثير الشعر في الصدر وإنما له مسروبة شعر رقيق من على الصدر إلى السرة. نعم. شثا الكفين والقدمين عظيمهما إذا مشى تقلع كأنما ينحط من في صبب من صبب أو في صبب. نعم. وإذا التفت التفت معا أي نعم لا يلتفت برأسه كالتفات الذئب والثعلب إنما يلتفت بجميع بدنه عليه الصلاة والسلام. نعم. بين كتفيه خاتم النبوة وخاتم النبيين سيأتي باب خاتم النبوة وأنه كان بين الكتفين أميل إلى الكتف الأيسر وهيئته كالثآليل عليه شيء من الشعر. نعم. خاتم النبيين آخر الأنبياء أجود الناس صدرا من جهة الصدر ومراد به إما الخلقة أو القلب عليه الصلاة والسلام فهو أجود الناس لا شك وأصدق الناس لهجة أي كان لهجة وكلاما وفصاحة عليه الصلاة والسلام. اللهجة المراد اللسان ليس العضو بل ما يترتب عليه وفي كليه ما هو حسن وأصدق. نعم. وألينهم عليك العليك ضد العليك وهي الطبيعة والمعاملة والخلقة والتعامل مع الناس والعشرة أكرمهم عشرة عليه الصلاة والسلام. نعم. ما رأوا بديهة هابة بديهة رأوا أول المنظر فجأة هابه لعظم خلقته صلى الله عليه وسلم من غير كبر مهابة تعظيم وتقدير. نعم. ومن خلقه معرفة أحبة أي نعم إذا رأى من أخلاقه السماحة والعفو والعطف والحنان ويعطى كل ذي حق منزل يحبه صلى الله عليه وسلم يقول ناعته واصفه. نعم. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. من رأى صلى تعالى يمن علينا برؤيته في منامنا وأن يجمعنا به في أعلى عليين. اللهم أمين. نكتفي بهذا الحديث السابع. نعم. اللي هو هذا رواه أحمد البخاري في الأدب المفرد والتلميذي أيضا. طيب ما علقنا على الأسانيد في بعضها ضعف وكذا لكن المقصود القراءة. طيب نكتفي بهذا وستكون المجالس الآتية إن شاء الله بمعدل نحو بين 30-40 حديث في المجلس حتى نختم الكتاب في 12-13 يوم بإذن الله تعالى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعدنا 20 دقيقة في المجلس إذا فتناها لك الحق أن تقول يا شيخ فت وقف 20 يوم دقيقة بس لا نطيل على عمي حمدود وعلى الناس جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.